الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع قواطع الادله والامام السمعاني، قال: فاذا عرفنا العلم اقسامه فنقول قد بينا أن الأصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال بعض أصحابنا: أصل ومعقول أصل. طبعا الأصل لابد أن تقول الأصل هو الكتاب، هذا مدرك الأحكام الأصيل، هو أم الباب، الكتاب والسنة وأيضا الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا مستندا إلى كتاب أو سنة، لأن الحديث الذي جاء موقوفا ومرفوعا: لا تجتمع أمتي على ضلالة فإن الحق في الكتاب والسنة، يعني تجتمع الأمة على الحق، لو اجتمعت الأمة فلن تجتمع الأمة إلا على الحق، والحق لا يعدو الكتاب والسنة. وقال بعض أصحابنا: أصل ومعقول أصل. معقول الأصل طبعا هو القياس، واستصحاب الحال. هنا فيها الأدلة المختلف فيها بين العلماء في هذا الباب، استصحاب الحال وأيضا شرع من قبلنا، لكن نقول الأصل فيها أصل ومعقول أصل واستصحاب الحال. أصل واستصحاب حال ومعقول. وقالوا: دخل في المعقول الأصلي دليل الخطاب وفحوى الخطاب ولحن الخطاب، وفي استصحاب الحال خلاف سنذكره. وطبعا بتكلم عن مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، وهو القياس الجلي. أما الكتاب فهو أم الدلائل، قال المصنف: أما الكتاب فهو أم الدلائل، وفيه بيان لجميع الأحكام. طبعا لابد أن تفهم ما قاله الإمام الشافعي في الرسالة، بأن الكتاب جاء بجميع الأحكام، إما مفصلا وإما مجملا وإما إشارة وإما بالاقتضاء، يكون المقتضي بذلك. والنادر أيضا، يعني هو قليل ما جاءت السنة بأحكام مستقلة، وهي أيضا مندرجة تحت الكتاب، يعني الأحكام المستقلة التي جاءت بها السنة مندرجة تحت الكتاب، لعموم قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دل على ذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عندما قال: لعن الله الناميسة والمتلمصة، قالت له: من أين وجدت أن الله لعن الناميسة والمتلمصة؟ قال: مالي لا ألعن من لعنه الله جل وعلا في كتابه. فقالت: أين وجدت ذلك في كتابه؟ فإني قرأت الكتاب بدفتيه فلم أجد ما تقول. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لو قرأتي لوجدتيه. ثم قال قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناميصة والمتنمصة. وقد قال الشافعي: ما نزلت نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإيش الوضع هناك؟ أنا ما نعرف شيء. إيش الوضع هناك؟ ما الذي حدث يا طالب العلم هناك؟ لا حول ولا قوة. اللهم أمين. جزاكم الله عنا خيرا. الله يحفظك يا صاحبة القرآن رضي الله عنك. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الشافعي: وليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله تعالى على سبيل الهدى فيها. نعم، هذا ليس هناك فقط، هذا في جميع بقاع الأرض يا طالب العلم. الله المستعان. فإن قال قائل: إن من الأحكام ما يثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله جل في علاه، كما قلنا بأن هذا فهم الصحابة، ابن مسعود قال بذلك وبيانها، واستدل بقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشافعي: فمن قبل عن رسول الله فعن الله قبل،
فينقلها هيئات القبوض في البيعات وكيفية الإحراز. يعني فين في كتاب الله كل هذا موجود؟ في قول لا في علاه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. عامة الكتاب هو أصل الأدلة، الكتاب هو أصل الأدلة وهو أم الباب إلى 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 إلى, إلى الله المشتكى. كان الله في عونكم، كان الله في عونكم. اللهم ارفع الغمة عن أمة، الله ارفع عن أمة. وكتاب الله هو أم الباب وهو أصل الأدلة، كتاب الله هو أم الباب وهو أصل الأدلة. ولذلك عمر بن الخطاب لما تعالت الأصوات وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، قال عمر بن الخطاب بيننا كتاب الله، بيننا كتاب الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي رواية قال كتاب الله وعترتي. وكتاب الله قال المصنف هو المنقول إلينا بطريق التواتر على وجه يوجب العلم المقطوع الذي لا يخمره شك ولا شبهة، وهو المثبت بين الدفتين. وكتاب الله هو كلام الله المعجز المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصى آية منه. فكتاب الله هو كلام الله، يعني تكلم الله به، هذا الذي يميز كتاب ربنا عن باقي الكتب بأن الله تعالى تكلم به. فهو كتاب الله كلام الله المعجز، أعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله. طبعا لابد أن تعلم مسألة من الأهم المكان، يا مسألة أن إعجاز القرآن في نفسه فهو معجز. وقد امتحن الله العرب جميعا على أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الآية الأخرى قال بعشر سور من مثله. فهو معجز في نفسه، أما ما قاله النظام المعتزلي والقول بالصرفة قالوا الإعجاز ليس في القرآن، هذا كلام أهل الاعتزال، قالوا الإعجاز ليس في القرآن، قد يأتي بمثله البلغاء والفصحاء. الإعجاز أن الله منع الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله، وهذا هذا كفر. وهو نسب للجاحظ، وإن كان كثير من العلماء ينفي ذلك عن الجاحظ، لا سيما أن الجاحظ أيضا عنده يعني طمات كبر، لكن نسبته له فيها نظر، نسبة هذا القول له فيها نظر. وهذا كفر كما قلت. كيف يكون كفرا؟ من أي وجه هو كفر؟ من أي وجه؟ ما عندكم؟ قلتم يقولون بأن القرآن في نفسه ليس بمعجز، قد يأتي الفصحاء والبلغاء بمثله. الإعجاز هو أن الله منع الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله. ما في كيف مصادم لآيات التحدي؟ كيف ذلك؟ هم قالوا الإعجاز في نفسه ليس موجودا. نعم طيب، هو يظهر أنكم ممتازة من الأبرار. نعم هذا صحيح، هو تكذيب لله جل في علاه، لأن الله بيّن أن الإعجاز في نفس القرآن. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل لأني لتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هو كلام الله المعجز
المنقول إلينا بالتواتر، فكل آية لم يكن فيها التواتر فلا تكون قرآنا. واختلف الأصوليون هل تكون حديثا حسنا أم لا، كالقراءات الشاذة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه عن اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوات أو كسوات ما تطعمون رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قرأها ابن مسعود فصيام 3 أيام متوالية متتابعة، وهذه لم تأتي متواترة فهي تنزل من زيت الحديث الحسن. هذا قاله النووي وغيره. إذن لا يكون قرآنا إلا إذا استجمع هذه الشروط، أن يكون متواترا، أن ينقل إلينا متواترا. نعم. كلام الله المعجز المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، فتلاوته فرض في الصلاة لا تصح بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه، كما قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا هو أدل الأدلة، وهو كتاب الله جل في علاه، والمصحف الإمام هو هذا المصحف الذي بين يدي المسلمين الآن، المصحف الإمام الذي جمعه عثمان. تعلمون بأن جمع القرآن يعني كان قد جمع مرتين، جمع القرآن وأول جمع له كان لأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فكفى أبا بكر أجرا في هذا. عندما جاء حذيفة لعمر بن الخطاب قال استحر القتل في اليمامة، ثم قال أرى أن نجمع القرآن، فاشتد الأمر على عمر، قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر بعدما اقتنع فذهب إلى أبي بكر فقال له استحر القتل في اليمامة. فأمره بجمع القرآن، أمره بجمع القرآن، حتى قال أبو بكر كيف نفعل أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله هو خير حتى جمعوه. فكان المصحف الإمام والمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه جمعه على كل الحروف 7 أحرف. ثم لما جاء عثمان ووجد الناس أيضا قد اختلفوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.